اهلا وسهلا. عندنا اليوم في اصغر زوار عندنا. شو اسمك انت؟ احنا الان موجودين في متحف ارمات عمان. انا اسمي غازي خطاب، مؤسس وصاحب الفكره وفي نفس الوقت امين لمتحف ارمات عمان. يعني فكرة المشروع، مشروع متحف أرمات عمان، بدأت يعني من هواية. الهواية قادت إلى لوحة صورت معها سنة 1980، بعد 6 سنوات حصلت عليها. من هنا يعني بلشنا في ما يسمى متحف أرمات عمان. متحف أرمات عمان عبارة عن مشروع إعادة كتابة تاريخ مدينة عمان بطريقة مبتكرة ومبتكرة، يعني طريقة فريدة حتى يعني من نوعها على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم. احنا عملية إنقاذ صارت للوحات هاي، للأسف يعني كانت اللوحات كلها مصيرها الضياع. احنا ربنا أكرمنا بهذا المشروع، زي ما حكينا هي عملية مش تجميع وإنما محافظة على هاي اللوحات. انا يعني كان عندي حدس انه هاي يعني ككل المهن ممكن مهن يعني مهنة التخطيط تندثر او تتحول لشيء حديث جدا. فكل اللوحات اللي عندنا هون هي لوحات كلاسيكيه، يعني كتبت بخط عربي اصيل من قبل خطاطين اردنيين. هو اسمه متحف أرمات عمان بس فعليا هي يعني إلها امتداد حتى على الوطن العربي. في عندنا لوحات من فلسطين، من سوريا، من لبنان، من العراق، وهي طبعا هي مراية لطبيعة مدينة عمان، حاضنة لكل إخواننا من الدول العربية. طبعا إحنا الآن يعني أمام ما يسمى مدماك متحف أرمات عمان، لوحة صرصور محل كان في وسط البلد. هاي اللوحة أنا تصورت معها سنة 80 وحصلت عليها سنة 86. زمان حتى كانوا يركزوا على موضوع الأسماء، يعني ضمن الحديثين هنا مثلا بقالة السلام، هنا عندنا فندق الأدباء، يعني كانوا يعتزوا يفكروا انه يكتبوا الاسم هيك بشكل مبتكر. للأسف مش زي الأيام هاي. يعني عندنا هاي لوحة لمستودع أدوية اسمها مافر وميخالي، هاي لوحة بتعود لسنة 1905. يعني أساس الشركة كان فلسطين، سنة 48 اجوا هنا وفتحوا هذا المستودع. شايف هاي اللوحة محلاتي بهاي كانت في جبل عمان. صديقي اللي حكى لي المحل بده يسكر، فاضطريت اشتريت واجهة كاملة ب 400 دينار عشان احصل على هاي اللوحة. طبعا احنا عندنا هون برضو كل لوحة في لها كيو ار كود تقدر تصور تعرف القصص. هون طبعا احنا في عندنا يعني زي هذا البنك اسمه شيست مانهاتن بنك، هذا فتح في الاردن لمدة كم من سنة للاسف سكر. هاي اللوحة انا بسميها لوحة المجرود، انا كل لوحة اللي حكاية معي هاي لوحة مجرود، لأني لما حصلت عليها اضطريت اشتريت مجرود لصاحب اللوحة اللي كان مش مبين منها إشي. أعطيت المجرود ضحكت عليه وأخذت اللوحة ونظفت. طبعا أنا من الزوايا هاي اللي هون عرفت إنه هاي لوحة حقيقية. أنا تقريبا كل لوحة لها معي حكاية، وكل لوحة تقريبا أعطيتها اسم. هاي لوحة سميتها اللوحة السويسرية ليش؟ لأنه هاي حصلت عليها عن طريق سائح سويسري كان جاي من إربد على عمان بالبسكليت. أنا بالصدفة كنت ماشي فحكيت إذا بقدر أساعدك، بالفعل طلع معي ضب البسكليت طلع معي، وكان بده يكمل على العراق، طلب مني اختار له أوتيل رخيص جدا. فجيت على هذا الأوتيل، صاحب الأوتيل فكر إني أنا دليل سياحي، بس أنا طبعا خطاط. لما عرف إني خطاط قال لي بدك تعمل لي لوحة جديدة بدل هاي اللوحة القديمة. فحصلت على هاي اللوحة وعملت له بدالها لوحة جديدة، علشان هيك سميتها لوحة سويسرية، لأنه لوم يعني السائح السويسري أنا ما قدرت أحصل عليها. أقدم لوحة عندنا إحنا موجودة من سنة 1949، بتعود للملك عبد الله الأول لتاجر أرمني من الأصل. يعني علشان هيك بنحكي عمان ضامة لكل فئات الشعوب العربية. عدد اللوحات أنا صدقاً أنا ما بسميها لوحات، وإنما
ذكريات معلقة على يعني حوائط المكان، لأنه كل لوحة بتمثل، ما بتمثل نفسها، يعني زمان كانت تمثل نفسها بس هلا فعليا هي بتمثل الزائري اللي يعني اللي ارتبطوا مع هذه اللوحة، سواء كزبائن أو كخطاط أو حتى كجيران. في البداية كانت يعني لها أسس فنية، بس فيما بعد هيك خطرت في بالي فكرة إنه الفن وحده ما بيكفي، وإنما ذكريات ومشاعر الناس. يعني على هذا الأساس أنت إذا دخلت هذا المكان رحين ممكن تلاقي لوحات يعني مكتوبة بطريقة مش يعني الخط العربي مش كثير قوي، بس ذكريات هاي اللوحة بتكون قوية. يعني العامل الإنساني فرض نفسه على هذا المكان أكثر من العامل الفني، وهذا الإشي يعني زاد رقعة زوار المكان. صدقاً المكان أنا يعني صفى هلأ يعني حياتي، أنا وهبت نفسي لعمان، عمان دائماً عودتنا على العطاء، وأنا الأوان قدم لها إشي هيك نحمي ذاكرة مدينة. أنا الحمد لله فخور جداً بهذا المكان، وناس كثير بيحكوا لي إذا يعني هل صار لك تكريم مقابل هذا المكان. أنا صدقاً يعني كل زائر بدخل هذا المكان بغض النظر من وين هو أو شو عمره، أنا بعتبر هذا أكبر تكريم إلي، لأنه فعلياً هم يعني المكان صامت ما بفيد شيء، يعني المكان بعلى ويعني بزيد ابتكاراً وبزيد حباً من خلال الزوار.